طفل سعودي يبلغ من العمر 12 عاما يهوى ويعشق العزف على البيانو. مدني استغل الحجر المنزلي خلال كورونا وتعلم العزف على البيانو مغمض العينين. شارك في العديد من المسابقات الدولية، كما شارك في برنامج ليتل بيج ستارز والذي يعرض على شاشة MBC. للمزيد ينضم إلينا من جدة الطفل السعودي إبراهيم مدني. صباح الخير إبراهيم. يسعد صباحك. صباح النور إبراهيم. يعني أنت عمرك 12 سنة والعمر كله إن شاء الله، بس متى بديت تعزف على البيانو لحد ما تطورت وتسكر عيونك وتعزف على البيانو؟ والله أنا بدأت قبل تقريباً سنتين. كنت في قريبي اسمه فارس مدني، وهو كان يعزف البيانو. شفته مرة تحمست أنه أعزف البيانو، فسألت أهلي أنه يجيبوا لي بيانو، والحمد لله بدأت أعزف. من سنتين يعني. وقريبك كان مغمض عينه وهو يعزف وتحمست؟ لا لا، كان يلعب عادي. أنت طورت من نفسك. طب خليني أسألك إبراهيم، يعني العزف على البيانو وأنت مغمض العينين، هل في صعوبة؟ هل تعتمد على حفظ النغمة؟ لأن دايماً بشوف العازفين يعتمدوا على النوتة الموسيقية. قل لنا إيه السر؟ أيوة أكيد، لما تعزف بدون ما تطالع كلها على حفظ، وعلى حفظ في العضلات. يعني أنت تحفظ النغمة. أيوة، حافظ النغمة. زين، يعني حافظ كل شو يسمونه هذا، الكي أو المفتاح، كل واحد الموسيقية لا بالبيانو نفسه، الموسيقى تقصدي؟ حافظهم كلهم. يعني لو أقول لك طق دو، راح تعرف من الدو، وأنت كذي لاف علينا تشوف الكاميرا وطق دو. أيوة أكيد أكيد، بس أنا ألعب الأي بي والسي، مو ودو ريمي. اي بي سي. وانا للامانه ما علينا ايه بقى دلوقتي يا شهر، خلينا نسمع من ابراهيم حاجه. ابراهيم سمعنا حاجه، اي مقطوعه موسيقيه محضرها لنا نسمعها منك؟ اوكي، حلعب مقطوع اسمه مونلايت سوناتا، وهي من الموسيقار بيتهوفن. يلا خلينا نسمع منك. انت هتغمض عينيك ولا هتعزف؟ اوكي. ايوه يلا. انت من متى بديت تغمض عيونك وتعزف؟ قبل سنة. يلا الحين بتغمض عينك وتبدي تعزف البيانو. انت شنو الآلة الموسيقية يا مروة المفضل؟ انا احب كل، يعني اسمع كل الآلات الموسيقية، بس ما يعني صراحة ما عندي الشغف انه انا اعزف. انا شخصيا انا احب اسمع بس فقط. يلا خلينا نشوف ابراهيم. يلا سمعنا. Thank you.
إبراهيم. ما شاء الله عليك إبراهيم، برافو. والله يعني صعبة، صعبة إنه أنت ما جداً. يعني ما تشوفيش البيانو وأنت بتعزفي، صح ولا لا إبراهيم؟ بيتاخد وقت منك في التدريب إن أنت تحفظ النغمة؟ أكيد أكيد. طب قولي أنت ليه اخترت البيانو تحديدا؟ يعني أنت من سنتين بدأت، ليه مثلا ما حبيتش تعزف على العود، حبيت تعزف على القانون؟ إيه اللي شدك في البيانو تحديدا؟ والله أبويا كان يعزف جيتار، شفتها وقلت إنه شكلها شوية صعبة. في هذا الوقت أنا كنت أصغر شوية فما كنت أعرف كده كذا، وشفت عند قريبي فارس. أيوه. أنا مرة استمتعت وتحمست مرة إنه ألعب الآلة. إبراهيم دور كبير شكله في الموضوع، فارس له دور وايد كبير يعني. بس أنا بعرف ليش قررت إذا أنت تغمض عينك وتعزف، يعني شنو السر؟ والله حبيت أتحدى نفسي وصعبها على نفسي، عشان العزف العادي كان حلو بس يحتاج كذا أكثر صعوبة. طيب خلينا نسمع منك حاجة تانية قبل ما نختم معاك إبراهيم. حابب تعزف لنا إيه؟ قولنا اسم المقطوعة. أوكي. اسمه Pirates of the Caribbean. الله يلا. هذا يعني كل العمر هذا يحبون هذا النوع من الأغاني والأفلام. زي بيتهوفن يا إبراهيم، من كل التوفيق. بس سؤال أخير، حابب أن أنت تتخصص في الموسيقى فيما بعد ولا حابب أن يكون لك تخصص آخر وتكون هواية؟ لا تخصص آخر لما أكبر. مو من أحلامي أنه أكون يعني موسيقار هو الشغل، بس أنا إن شاء الله بكون طبيب قلب. ما شاء الله دكتور ان شاء الله يعزف على اوتار القلب ممكن. شكرا لك ابراهيم، كان معنا من جدة طفل السعودي ابراهيم مدني.